ثلاث مسائل أو ثلاث موضوعات في منتهى الأهمية. الموضوع الأولاني كان هو طبعا مكافحة الإرهاب، اللي الحقيقة كان ليه تأثير كبير جدا على حالة عدم استقرار لسنوات طويلة جدا، يمكن امتدت أكتر من 20-30 سنة. فأنا بهنيكم فخامة الرئيس على ده. النقطة الثانية طبعا نجاح برضو الصومال بقيادتكم الحكيمة في شطب الديون اللي كانت بتثقل كاهل يعني الدولة الصومالية نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة واللي مرت على الصومال خلال الفترة اللي فاتت. نقطة كمان مهمة ان الصومال نجحت بقيادة فخامة الرئيس في يعني رفع الحظر المفروض على الصومال منذ عام 91، من 91 وكانت الصومال في حظر على توريد معدات وأسلحة لها، وده أيضا نجاح آخر. فأنا بهنيكم على ده فخامة الرئيس، وأنا متأكد أن بقيادتكم الحكيمة ستتقدم الصومال أكتر وتتطور أكتر وتنجح بشكل يسعدنا. العلاقة بين مصر والصومال كانت دايما علاقة قوية على مدار التاريخ وعلاقة تاريخية ممتدة، والحقيقة احنا سعداء بهذه العلاقة. وهنا لازم اقول ان احنا في حديثنا او في مباحثاتنا الثنائية مع فخامة الرئيس كانت الحقيقة مباحثات بناءة جدا، وتناقشنا في سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية. وانا بقول هنا ان احنا مستعدين دايما ان احنا يعني نطور علاقتنا مع اشقائنا في افريقيا وفي الدول العربيه، والصومال دوله افريقيه ودوله عربيه زي مصر ما هي دوله افريقيه وعربيه، ومستعدين في كل المجالات المتاحه نتطور ونتحرك بشكل ايجابي باراده قويه. واحنا دايما بنقول ان احنا مصر لا تتدخل في شؤون الدول وتسعى دائما الى التعاون من اجل البناء والتنميه والتعمير. في موضوع ايضا مهم اتكلمنا فيه على خاص يتعلق بموضوع الاتفاق اللي تم ما بين الصومال، أرض الصومال وإثيوبيا فيما يخص إيجاد ميناء على البحر الأحمر. وهنا تحدثنا على إن إحنا في مصر كان لنا موقف سجلناه على طول في أعقاب هذا الأمر ببيان من وزارة الخارجية يرفض التدخل في شؤون الصومال أو المساس باستقلال ووحدة أراضيها، ورفض هذا الاتفاق. واحنا بنأكد ده مرة تانية ان احنا ده كان احد النقاط اللي احنا تناولناها في مباحثاتنا مع فخامة الرئيس. انا عايز اقول لينا كلنا ان التعاون والتنمية افضل كتير من اي حاجة تانية. وانا رسالتي مش هنا لمصر ولا للصومال، انا رسالتي هنا للاثيوبيين، ان يعني النهارده انك انت تحصل على تسهيلات مع الاشقاء في الصومال او في جيبوتي او في اريتريا امر متاح بالوسائل التقليديه، انك انت تبقى تاخد يعني يبقى ليك فرصه انك انت تستفيد من المواني اللي موجوده في الدول دي، امر ما حدش ابدا يرفضه. ولكن محاولة انك انت تقفز على اي ارض من الاراضي عشان تبقى الاراضي دي يتم السيطرة عليها بشكل او باخر زي الاتفاق اللي هو مع ارض الصومال، طبعا ما فيش حد هيوافق على كده. بالمناسبة انا عايز اقول لينا كلنا ان الصومال دولة عربية في الجامعة العربية، ولها يعني لها حقوق في وطبقا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد لها. وإحنا طبعا مش بنقول الكلام دوت يعني بنهدد حد ولا حاجة، إحنا بنقول ده عشان الناس تبقى فاهمة. إحنا مش هنسمح إن حد يهدد الصومال، ومش هنسمح إن حد يمس الصومال. وأنا بقول الكلام ده بمنتهى الوضوح، محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها، خاصة لو أشقائها طلبوا إن إحنا نبقى موجودين معهم. إحنا مش ما بنغيش أبدا غير البناء والتنمية والتعمير. مش هطول كتير في الكلام فخامة الرئيس. شكرا.
اطمئن إن شاء الله، لأن بفضل الله سبحانه وتعالى نحن معكم من أجل البناء والتنمية والتعمير. وبنقول للدنيا كلها يا ريت إن إحنا دايما نتعاون ويبقى في حوار بيننا وبين بعضنا بعيدا عن يعني التهديد أو المساس بأمن واستقلال الدول. مرة تانية برحب بك فخامة الرئيس، أتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله نرى الصومال.